كرة من ثائر البواب داخل منطقة جزاء، محاولة جديدة لمنتخبنا الوطني وتفوت أيضا داخل منطقة جزاء، محاولة لا 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 الله ولاعبي المنتخب الوطني السوري، كرة داخل منطقة جزاء ومحاولة كبيرة، ومنشوف ثائر البواب في هذا التمرير محاولة لا 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 من ثائر البواب وبسدد يم على منطقة أو على مشارب منطقة الجزاء بعد الدقيقة حوالي 24-23 من أحداث الشوط الأول، وفرصة فرصة كبيرة بعد هذا اللقطة لا 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 اللي دائما الاتحاد الدولي عينهم عليه في عملية المشاركة، ذكرت بأنه أصل يمكن ثلاث مرات أخذ أفضل حكم آسيوي 2008 2009 2010 وسجل خمس مباريات وبطاقة صفراء، تمر مرة ثانية للمنتخب السوري. اللاعب يوسف داخل منطقة الجزاء ومحاولة التسديد، ولكن أيضا وزي ما احنا شايفين عملية قطع وعملية أيضا إدراك للكرة بشتى الوسائل والسلامات. محاولة جديدة، هذا هو صالح داخل منطقة الجزاء ومحاولة لا 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 الله، ما زال الخطورة قائمة بلاعب الوسط عمر خريبين لاعب القوة الجوية العراقية. ضربة حرة مباشرة لمصلحة المنتخب الوطني الأردني، لاعب خرج خارج، نتمنى له الشفاء، وكرة في منتهى الخطورة. محاولة جديدة للمنتخب السوري عن طريق اللاعب محمود بهاء عبد الرحمن، تصانع العاب داخل منطقة الجزاء في الصد الناجح لدفاع سوريا. محاولة سوريا والفرصة العارضة، الفرصة الكبيرة لمؤيد عجان، يلا يا أولاد، كرة داخل منطقة الجزاء والخروج الموفق لحارس المرمى، كرة طويلة في الأمام وحضر لا 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 محاولة جديدة، فرصة كبيرة، فرصة 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 لا 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 الهدف الثاني لمصلحة بطاقة صفراء والبطاقة الحمراء. لاعب في العراق وكرة طويلة في الأمام، حذاري محمد شط لا 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 الله الله، وكرة طويلة داخل منطقة الجزاء والشطناوي، والخطورة ما زالت قائمة يا أولاد، حذاري والكرة مرة ثانية ومحاولة جديدة لمنتخبنا الوطني لا 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 خارج وبعيد في عملية الإتقان والتسديد من جاعيد، وكرة في منتهى الخطورة لا 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 يا ولد يا ولد يا ولد مالك، على طول كرة في منتهى الخطورة يا ولاد، إنما في لا 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 يا سلام، نتحول مباشرة في هناك تسلل للهدف، الكرة في منتهى الخطورة